أخت ميسة، احنا راح نحط الإعلان اللي الحدث اللي راح يتم، بس قبل ما أحط الإعلان ممكن تشاركي جمهورنا عن شو راح يكون في أول أسبوع من شهر آب أغسطس، إذا ممكن يعني تحكي للجمهور. بدون أدنى شك يا سيس أن سوريا عاشت حوالي 8 سنوات، ما زالت يعني طبعا، لكن نشكر رب أنه الحرب انحسرت والنور بلش يظهر بهيدا البلد بسبب صلوات المؤمنين وبسبب الكنيسة اللي موجودة في سوريا والكنيسة في العالم اللي صلت بلجاجة من أجل سوريا، وشفنا اليوم النتائج أنه بلشت سوريا تعلن سلام فيها. هيدا الشيء أسيس أكيد رح يقودنا، لأنه نحن نعمل خدمات تكون واضحة للجميع، نعمل حفلات تسبيح، حفلات ترميم، نقيم صلوات مشتركة مع كل الطوائف، مع كل الكنائس، حتى نقول للناس أنه الكنيسة هي وحدة مثل ما أراد الرب يسوع أن نكون وحدة. واليوم فعلا هذا الشيء نحن بلشنا فيه والكنيسة بلشت فيه بشكل عام، أنه تتكاتف وفهمت الكنيسة أنه لا يمكن طرد الأرواح الشريرة من هالبلد إلا بالصلوات وبالوحدة. وحدة الكنيسة كثير مهمة، وصلينا وكنت حضرتك موجود أنت كمان بعيد الميلاد السنة الماضية وكان في حفل للأطفال برعاية الكنيسة الأرثوذكسية بمنطقة وادي النصارى، وكان حفل نشكر رب كمان ثماره كانت حلوة، أدى لأنه نحن نصلي ونقول يا رب نحن حابين نعمل شيء بهالمنطقة اللي هي كمان فعلا تعرضت للقذائف بشكل مكثف. وحضرتك كنت معنا المرة الماضية وطلعنا على قلعة الحصن، القلعة اللي بتطل تشرف على منطقة وادي النصارى بمحافظة حمص، وشفنا يعني كمية الدمار الهائل اللي تعرضت إلى المنطقة. لكن كمان صلينا وقلنا له حابين يا رب نحن فعلا نجدك بهيدي المنطقة، والرب سمع صلواتنا، فكان بالاتفاق مع مطرانية الروم الأرثوذكس بمنطقة الوادي انه نحن نعمل مهرجان فعلا يضم اكبر عدد ممكن من السوريين، وسميناه مهرجان الملك لانه وحده فعلا هو الملك اللي بيستحق انه نحن نملكه على بلادنا ونملكه على حياتنا. فنشكر الرب كان في اتفاق كثير حلو بيننا وبين الكنيسه الارثوذكسيه، وتحت رعايتها حيكون هيدا الاحتفال بمنطقه وادي النصارى بمدينه الناصره بملعب ساد لكره القدم بسعه شي 5000 شخص، وحيكون حفل ترنيم رائع، حيكون في مشاركه من حضرتك مباركه كمان، الناس ناطرينك، ناطرين المرنم زياد شحاده، في فريق كمان كورال الكنيسة الأرثوذكسية في منطقة الوادي، كورال سيدة الوادي كبار وصغار عددهم شي 160 شخص، أصواتهم بتمجد الرب فعلا يعني وترانيمهم بتمجد الرب. كمان حيشاركونا وحيكون في مسرحيتين، مسرحية عن القيامة ومسرحية بتحكي حكاية البلد وأنه البلد محتاجة فقط للمخلص. في عنا كمان مشاركة من لبنان، حيكون معنا أحبة من كنيسة بلبنان المرنم بطرس وهبي، و يعني حيكون في عدد كبير. هلا عم حاول اتذكر مين حيكون معنا، لكن بعتقد حيكون المهرجان، وبعتقد متاكده باسم يسوع انه المهرجان حيمجد الهنا العظيم ويملكه على هذيك المنطقه ويملكه على بلادنا بشكل عام ويملكه على القلوب اللي حتكون موجوده وحتسمع هيدا الحفل. وبقول لك قسيس يعني هي رؤية بالأخير، يعني بدون رؤية ما رح تزبط أي حفل أو أي مهرجان أو أي تسبيح أو أي ترنيم، لكن هي رؤية أنه فعلا نحن نقدر بهيدي المنطقة فعلا أنه نجد إلهنا والناس تسمع أصوات الحمد والتسبيح لهيدا الإله.